وما زلنا في عملية التكريمات. في طبعا بعد جديد اللي هو التكريم اللي بيحصلوا على الماجستير والدكتوراه من أعضاء نقابة الصحفيين. دكتورة كاترين فرجلة واحدة من الزميلات اللي حصلنا على هذا التكريم. أولا برحب بحضرتك وبشكرك على تعبك، لأن أنا عارف إن الحاجات دي متعبة قوي قوي يعني. وبشكرك على تعبك يعني. نهائي، ميرسي لحضرتك كتير، وانا اللي بشكرك، وفرحانين جدا بوجود حضرتك وبرنامجك الجميل اللي ربنا يخليك. هو بيدخل القلب حقيقي، ربنا يخليك. وعايز اقول ايه، بجد ميرسي تاني لجهدك، ربنا يخليك. واللي اجمل بقى ان انت جايبه البركه كلها بقى. ماما هي بركتنا، وهي بفضلها قربت اناقش الدكتوراه. هما مبسوطين بحضرتك قوي. يعني بيخافوا عليك وكل شويه ماما هناك ماما. انا ملاحظ ده واحنا في القاعه جوه. انا مبسوطه بيهم صدقني. ربنا يخليك ليهم. اللي هم فرحانين اللي خدوا الماجستير وهي قربت تناقش الدكتوراه. تمام. يعني فانا فرحانه خالص بيهم. ربنا يخليك ليهم. فرحانه بيها يعني. ربنا يخليك ليهم. هو جهدها يا فندم. ربنا يخليك ليهم. لا ربنا يخليك ليهم. ربنا يخليك. وتحت الفرصه يعني جنب ان انا صحفيه وعضو نقابه، فكانت الدكتوراه بفضلها والماجستير. حضرتك في وطني؟ جريده وطني. اللي كان الماجستير عن ايه؟ انا الماجستير بتاعي عن الدبلوماسيه الشعبيه في اداره العلاقات المصريه الافريقيه. يا عيني، يعني ده انت لا يعني قعدت فتره تعبت جداً يعني. جدا جدا. الف مبروك. ميرسي. الف ميرسي. الف مبروك. ميرسي. اخت حضرتك مبروك. الف مبروك. اسم حضرتك؟ نرمين فرجلة. نرمين. الف مبروك يا فندم. مبسوطه قوي ان نزلت البرنامج بتاع حضرتك، وبشكرك قوي. وبشكر كاترين الصحفيه واخدت الجائزه النهارده، وماما اللي تعبت كتير معانا، وانا بشكركم كتير قوي قوي. هتقسموا بقى الجائزه على بعض. هتقسموها على بعض بقى. انا بشكر. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. استاذ محمود هاشم من الحملات الصحفيه، صح؟ مظبوط. الوفد كده، في تحقيقات جريده الوفد. جريده الوفد. مظبوط. كان عن ايه التحقيق؟ كان عن وزاره الصحه طبعا. طبعا انا شايف كتير جدا ان اغلبيه الدكاتره بتستجيب كتير طبعا للشكاوي اللي بتقدم لهم، وفي نفس الوقت طبعا يعني حضرتك عارف ان همزه الوصل بين الازمات كتير بين الصحفي وبين الساده المسؤولين، فطبعا هم بيستجيبوا دايما على طول للساده الصحفيين. تمام. وطبعا دي حاجه ممتازه جدا اللي هي في حاليا في 2023 دلوقتي. واحنا النهارده الحمد لله ربنا كرمني ان انا اتكرمت بجائزه الحملات الصحفيه عن هذا الشق، وان شاء الله في مزيد طبعا من الحملات الصحفيه اللي هي دايما بتستجيب من الساده المسؤولين. ربنا يخليك يا محمود، والف الف مبروك يا محمود. الله يبارك فيك. الف مبروك. الف مبروك. واحد بقى من زملائنا الاعزاء بقى اللي ليهم تقل معانا، وكنا دايما قدام عشره قديمه قبل كده، كنا دايما كده بنهتم بشغله. استاذ حجاج الحسيني، ربنا يديك الصحه وطول العمر دايما كده، وتمتعنا كده بشغلك دايما كده. حضرتك واخد جايزه برده النهارده في التحيات، مش كده؟ لا، جايزه الحملات الصحفيه. الحملات الصحفيه. عن حمله ايه بقى؟ حمله عن كان في مشروع انشاء مدينه طنطا الجديده على 400 فدان ارض زراعيه في قريه سمربيل. ويمكن زي ما حضرتك شفت في القاعه، يمكن انا اصريت انه وانا بستلم الجائزه ادعو الاستاذ احمد حلمي اللي هو صاحب دي زاويه جديده. خلي بالكم انه عم حجاج قال مش هروح لوحدي، فجاب الراجل صاحب صاحب الفضل اللي هو بالظبط كده. لان الفضل لله طبعا، والاستاذ حجاج بعد كده، لان بمجرد ما انا تواصلت معاه ما اتاخرش، غير المقاله وكتب عن الحمله دي. بدا فيها لفته طيبه يعني، هو طبعا مش اي حد يعملها. لا طبعا هو يعني اسمه الجايزه بقى ولا ده احنا هنجيب له اكبر جايزه، ده هو يستاهل يعني. يعني ربنا يجزيه خير يعني لو عمله يعني، ووقف تبوير الارض وتحويلها لكتل خرسانيه. الحمد لله. الحمد لله بتيجي بنتيجه. انا عايز اقول لك يا استاذ جابر، الحمله دي قعدت شهرين بالظبط. انت عارف انا مقالي اسبوعي في الاهرام. يمكن الحمله كان فيها اصرار وكان فيها قوه. وانا بالمناسبه دي الحمله دي نجاحها بيثبت نجاح الصحافه الورقيه. تمام. وتاثيرها. تمام. عند صانع القرار. تمام. شكرا استاذ حجاج. شكرا استاذ محمود. شكرا يا هانم وست الكل على عيننا وعلى راسنا. شكرا يا دكتوره كاترين، دايما على خير باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.